هي كسكينة حنا كنقربو من السلطات يراقبو هاد المطاعم الصينيين اللي كاينين في هاد المناطق هادو، راه كيجيبو الشراب للكليان ديالهم سواء الصينيين ولا المغاربه اللي كيجيو عندهم، راه كيجيبوهم شفناه وشفناه شحال من خطره، وتيوقعو المشاكل وتيوقعو المضاربات وكيوقعو الصداع في هاد المناطق اللي فيها المطاعم ديال الصينيين. لهذا كنطالبو من السلطات يجي يراقبو هاد المطاعم هادو، وكنا كنعانيو منهم كساكنة ديال هاد المنطقة أنهم كيحلو أحيانا خرج التوقيت ديالها مثلا ورد سعود، شنو هما شحال كيسدو الباب الرئيسي وكيبقى عندو الزبائن بالليل، والمشكلة كما قلنا هي هاد الشراب اللي كيجيبو الكليان ديالهم، وراه من حق ماشي من حقهم أنو كمطاعم هادو، هادو خاص بالماكلة مخصهمش يجيبو الشراب للكليان ديالهم، لأن كيسبب في المضاربة وكيسبب الصداع وكيسبب المشاكل لا سواء هما ولا كساكنة ولا الكليان اللي كيجيو عندهم، خارجين عن القانون سواء بالنسبة للتوقيت ولا بالنسبة لهاد الشراب اللي كيجيبو للزبائن ديالهم. كنشكر السلطات سواء ديال الدائره 5 ديال هذه المنطقه ديال بنزديه ولا درب عمر اللي جاوا سدوا لهاد الناس هادو وحصلوهم متلبسين والقوا عندهم هذا الشراب هذا، رغم ان الساكنه كنا كنعانيو في هاد المطاعم الصينيين اللي كان بعض ازقه اللي كيجيبوا الشراب للكليان ديالهم، وشفناهم بعينينا وعينا ما نتشكاو منهم.